أفضل مصمم أساس 2020. جيد جدا، وفي نفس الوقت عايز اعبر عن سعادتي الشديده جدا بالجائزه دي. الجائزه دي سعادتي الحقيقيه فيها ان هي في الدوره دي خصوصا اللي مهداه للفنانه القديره رجاء الجداوي. عايز اشكر الاستاذ احمد عليوة واهدي الجائزه ديت لكل الناس اللي ساهمت في ارت هاوس، عاملين والإدارة والهندسية في شركة أرت هاوس، وشكراً لكم جميعاً. النجاح ده أنا عايز أهديه لكل حد اشتغل في أرت هاوس في خلال 11 سنة اللي فاتت. النجاح ده مش احمد علي بس، النجاح ده كل حد اشتغل في ارت هاوس. نجاح كيان وناس أكيد. يعني نقول ناس كتير، مجموعه، تيم وورك كبير قوي. ازاي صنعت النجاح ده؟ والله الحمد لله احنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نكون مواكبين لكل التطورات العالميه. كنا بننافس نفسنا قبل ما بننافس العالم كله، ان احنا نقدر نوصل للتصميم المصري والصناعه المصريه اللي هي تعتبر من افضل الصناعات على مستوى العالم، والماتيريال المصري اللي الناس كلها بترغب فيه في العالم كله، بالديزاين والفينش اللي يتواكب مع المنافسه العالميه. بنحاول نقدم منتج مصري بتصميم مصري وماتيريال مصري ينافس بره مصر وجوه مصر.